شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا فيما مضى حول قضية الإمامة، وقلنا إن الفرضية الثانية التي طرحها الأقدمون ونفخ فيها المتأخرون، هذه النظرية الآن تعتبر من أهم النظريات المطروحة على الساحة. هذه النظرية هي التي يروج لها الآن كثير من الكتاب الإسلاميين. هذه النظرية أن النبي صلى الله عليه وآله كان له موقف إيجابي من قضية الإمامة من بعده، وذلك عبر تعيين نظام هو نظام الشورى. النبي صلى الله عليه وآله أوكل أمر انتخاب الإمام من بعده إلى الأمة. هذه النظرية تعترضها عدة تساؤلات. التساؤل الأول: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ الرسالات الإلهية؟ أجبنا عن هذا التساؤل: كلا. التساؤل الثاني: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ خاتم الأنبياء محمد؟ وأجبنا عن هذا التساؤل: كلا، بل نجد لا في موقف ولا في موقفين ولا في ثلاثة مواقف،
وإنما نجد في عشرات المواقف إصرارا عجيبا من رسول الله صلى الله عليه وآله على إبعاد قضية الإمامة عن نطاق الشورى. أي شيء يدخل في نطاق الشورى فليدخل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يصر إصرار عملي مؤكد على أن يبعد قضية الإمامة عن نطاق الشورى. هنالك حادثتان صغيرتان يذكرهما المؤرخون ويمرون عليهما مرور الكرام، ولكن يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند هاتين الحادثتين. الحادثة الأولى يذكرها مؤلف كتاب السيرة النبوية وهو من مؤرخيهم. هذه الحادثة اتفقت عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة. النبي عندما كان صلى الله عليه وآله في مكة كان بأشد الحاجة إلى الأعوان والأنصار جدا، لأنه كان يعيش مرحلة الاستضعاف، مرحلة الضعف من الناحية الظاهرية. جاءت هنالك قبيلة إلى مكة، هذه القبيلة يقال لها بنو عامر، قبيلة من القبائل العربية، جاءوا إلى مكة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله. زعيم هذه القبيلة، قبيلة بني عامر، قال للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت إن نحن بايعناك على هذا الأمر وأظهرك الله عليه، إذا إحنا الآن نبايعك نتابعك وأنت انتصرت، فهل يكون لنا الأمر من بعدك؟ أو فهل يكون لي الأمر من بعدك؟ أنا حاضر، أواجه العرب، أواجه المشركين، أواجه اليهود، أواجه النصارى، وأتحمل هذا العناء، ولكن بشرط واحد، وهذا الشرط أنا أكون الخليفة من بعدك. أيكون لي الأمر من بعدك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله، ما قال الأمر منوط بانتخاب الأمة، الآن في البلاد الديمقراطية التي يقال لها الديمقراطية، إذا واحد يقول لزعيم الدولة هذا الكلام شنو يقول؟ يقول القضية مربوطة بالشعب، القضية مربوطة بالناس. قال النبي صلى الله عليه وآله: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، القضية مو بيدي ولا بيد الناس، ليست بيد الشعب، القضية بيد الله، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء.
راجعوا كتاب السيرة النبوية، نفس اللسان الذي نجده في قضية النبوة نجده في قضية الإمامة. الله تعالى ماذا يقول في قضية النبوة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله هو الأعلم، الله هو الذي يجعل النبوة في محلها. نفس هذا اللسان، نفس هذا المنطق النبي يقوله في قضية الإمام. الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية، ويذكر هذه الحادثة كتاب الكامل، وهو أيضا من تواريخهم، يقول بعث، هذه القضية اتفقت في المدينة، بعث ملك اليمامة. ملك اليمامة واحد كان اسمه هوزح، مسيحي كان، بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وفدا أو أحدا. قال للنبي صلى الله عليه وآله، الوفد قال على لسان ملك اليمامة، ما أجمل ما تدعو إليه، هواية جميل. وحقيقة هذا الدين جدا جميل جدا، إحنا اللي نعيش في أجواء هذا الدين ما نشعر بجمال هذا الدين. قبل فترة، هذا أقوله بين قوسين لا بأس، أستاذ مسيحي في العقائد في إحدى الجامعات العظمى في إحدى الدول الكبرى، هذا أسلم، أستاذ في علم العقائد، أعلن إسلامه، وما أريد أنقل خصوصياته الآن. فسئل لماذا أسلمت؟ قال في الواقع أنا قارنت بين كل الأديان، بين كل العقائد في قضية التوحيد. المسيحية شنو تقول؟ اليهودية شنو تقول؟ البوذية شنو تقول؟ المجوسية شنو تقول؟ قارنت في هذه القضية جميع العقائد، ووجدت أن أفضل وأعمق وأدق ما جاء في التوحيد هو ما جاء به محمد. هذا أجمل وأفضل وأدق. لاحظوا صورة التوحيد، لم يلد، شقد فيها عمق هذه الكلمة، مو معناها الظاهر فقط، بها أغوار. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا التوحيد بمنطقنا، مو التوحيد بمنطق الإله الذي ينزل على حمار إلى السماء الأولى، مو هذا التوحيد، لا، هذا التوحيد الذي يوجد في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه. ما أجمل ما تدعو إليه، كلش لطيف، كلش حلو، ولكن أنا أؤمن بك بشرط، وهذا الشرط
شوية مخفف عن ذاك الشرط الأول مال رئيس قبيلة بني عامر، أنا أتبعك على أن تجعل لي بعض الأمر من بعدك، بعض الأمر يعني ولو تخليني جزء نظام الإمامة، جزء نظام الخلافة، بعض الأمر من بعدك، وإلا إما تقبل هذا وإلا قصدت حربك، واحد من الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله لذلك الوفد: لا. ثم التفت إلى السماء وقال: اللهم اكفنيه. راجعوا كتاب الكامل. لا، أنا لا أجعل الأمر لأحد، الأمر مو بيدي ولا بيد الناس، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. يعني تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله على أن قضية الإمامة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. هذا التساؤل الثاني. التساؤل الأول: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في حياة الأنبياء وفي تاريخ الرسالات الإلهية؟ الجواب: كلا. التساؤل الثاني: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، في قوله وفعله وحركته وسيره؟ الجواب على ذلك: كلا. التساؤل الثالث الذي يعترض هذه النظرية، نظرية الشورى في الإمامة: هل نجد لهذه الفكرة نموذجا ولو واحدا في تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أكو نموذج واحد؟ استثنوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مو كلامنا في أمير المؤمنين، هذا بحث آخر. في صحابة رسول الله، هؤلاء الذين يقولون الأمر كان شورى، الخلفاء جاءوا بالشورى، أكو هنالك في التاريخ نموذج واحد؟ ما نريد منكم نماذج متعددة، نموذج واحد أن خليفة، أن حاكما جاء إلى الحكم عبر نظام الشورى، أكو في التاريخ؟ لو هذا الشيء اختلقت مخيلة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، واختلقه خيال هؤلاء الكتاب الإسلاميين اللي يقولون النظام الذي حكم مسيرة الخلافة هو نظام الشورى، أكو نموذج واحد في تاريخنا الإسلامي؟ نذكر بعض التجارب، بعض التجربة الأولى، تجربة الأول، هاي أهم تجربة وأول تجربة. إحنا نقرأ نصا واحدا، أهمية هذا النص أنه جاء في ثاني كتاب من كتب القوم. أول كتاب منه هو؟ أي كتاب؟ القرآن الكريم، هذا واضح.
ثاني كتاب عند القوم عند الجماعة صحيح البخاري، كل ما فيه صحيح، ماكو في أي رواية مو صحيحة. هذه الرواية جاءت في ثاني كتاب من كتب القوم، وعلى لسان ثالث شخصية من شخصيات القوم. الشخصية الأولى عندنا جميعا خاتم الأنبياء محمد، والشخصية الثانية عندهم هو الأول، والشخصية الثالثة عندهم هو الثاني. في ثاني كتاب عند القوم، وعلى لسان ثالث شخصية من شخصيات القوم. هذا هو كتاب صحيح البخاري المجلد الثامن. في باب عجيب حقيقة، هذا يحتاج إلى تفكير، أن هاي الرواية ليش جاية في هذا الباب؟ طبق لأية منهجية جاءت هذه الرواية في هذا الباب؟ ليش؟ ذكرنا لكم كلاما فيما مضى حول الدقة البخاري، يبدو أن هذا الجزء من تلك المنهجية التي كانت له. باب رجم الحبلى، ما له ربط إطلاقا بقضية الإمامة بقضية الخلافة. باب رجم الحبلى، الرواية عجيبة تستغرق 3 صفحات أو أكثر من البخاري، وكلها عجيب حقيقة. وفي بدايتها تصريح من الثاني، تصريح أن القرآن محرف فوق المنبر، قال أيها الناس هذا القرآن محرف. هذا الشيء اللي يتهمونه، إحنا نقول القرآن محرف تبقى لرواية موجودة في فلان كتاب. إحنا ما نقول كل رواية صحيحة، إحنا ما نقول كل كتاب صحيح، إحنا ما عندنا كتاب صحيح إلا القرآن الكريم، بقية الكتب خاضعة للنقد. لكن هذا الكتاب مو خاضع للنقد، مو خاضع للمناقشة، ما يتمكن واحد يناقش في هذا الكتاب، لأن كله صحيح باعتراف القوم. تصريح أن القرآن محرف وأنه كانت آية في كتاب الله، آية الرجم، فقرأناها وعقلناها وعقلناها ووعيناها، فأخشى إن طالب الناس الزمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة الله. ثم آية ثانية من كتاب الله، ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هاي آية ثانية، هذا أسلوب القرآن، هذا منهج القرآن. أقل واحد يعرف أدب القرآن أسلوب القرآن يشوف هذه الآية، إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا منهج القرآن. تصريح أن القرآن محرف في هذا الكتاب، ما علينا بهذا. إحنا نقرأ الرواية، يقول ابن عباس كنت أقرأ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى في الحج، وهو عند عمر بن الخطاب،
في آخر حجة حجها، هذه الحجة الأخيرة لعمر، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت، يعني يا ليت كنت حاضر عند عمر حتى تشوف هذه الحادثة، لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ هذه القضية واحد ينقلها لعمر، يقول إذا عمر مات أنا أبايع فلانا، ليش؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت فتمت. فلت يعني فدشي شوي، دققوا، إلى أرضية. فلت يعني شنو؟ فدشي إلى أرضية. واحد درس في كلية الطب سنوات، متفوق مجيد، بعد سنوات 30 سنة 40 سنة معروف، قالوا لكم فلان واحد صار أستاذ في الجامعة، هاي فلتة؟ لا، هذا متوقع واضح، هذا ماشي في منهجية توصل إلى وين؟ إلى أن يكون أستاذ في الجامعة. أما إذا الصبح قمتوا شفتوا في الجريدة مكتوب أن فلان بقال صار رئيس الجامعة، عجيب، شلون صار رئيس الجامعة؟ هذا كان في خط البقالة، شلون صار رئيس الجامعة؟ هذا فلتة، يعني عمل مفاجئ، عمل غير متوقع، عمل ما إلى أرضية. هذا الرجل يقول، هذا مو كلام عمر، الرجل يقول: فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت فتمت. خب إذا واحد بايع أبا بكر فلت، خو أنا أبايع فلان فلت. كنا نقرأ شعر في المغني في قضية لطيفة، ما علينا بالقضية: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. أنت اللي فتحت هذا الخط، إحنا بنمشي في هذا الخط. قضية لطيفة في المغني موجودة وفي شروح المغني، ما عدنا مجال لذكرها. واحد بايع الأول صار خليفة، خو أنا أبايع فلان ذاك يصير خليفة. إذا هذا المنطق مشى، منطق البيعة بواحد، علماء السنة يقولون في تصريحاتهم وتصريحاتهم الآن عندي، البيعة تنعقد بواحد، ودليلنا، هذا كاتبين في كتبهم، دليلنا أن بيعة الأول انعقدت بواحد هو الثاني، هذا دليلنا. هذا الجويني يقول في كتابه، القرطبي يقول في كتابه، وغيره يقول في كتابه. إذا واحد لو اثنين لو خمسة، بعض قايلين خمسة لأن خمسة كانوا اللي بايعوا وثبتت إمامته، إذا واحد بايع واحد صار خليفة، أنا أبايع واحد ذاك يصير خليفة. واضح؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت فتمت. هذا منه واحد يقوله لعمر، فغضب عمر، ليش؟ هذا المنهج اللي أنتوا مشيتوا به، هذا المنهج اللي أنتوا سرتوا فيه، ليش غضب؟ ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم. أنا ما أرضى بهذا المنطق، أنا ما أقبل بمنطق السقيفة. هو يقول بطل السقيفة، يقول أنا ما أرضى بهذا المنطق، فمحذرهم: هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. هذا غصب، واحد يبايع واحد يصير خليفة بأي منطق؟ بأي مناسبة يفرض على الناس؟
زيد بايع فلان حاكم في هذا البلد المجاور، 700 واحد 800 واحد أقل أكثر عسكريين بايعوا ذاك الرجل الميت، صار خليفة؟ 700 واحد 800 واحد من العسكر، 4 2 5 10 كل جماعة في غرفة يبايعون واحد، صار خليفة الأمة. بأي مناسبة؟ أنا ما أرضى بهذا المنطق، هذا غصب يعتبر في منطق عمر ابن الخطاب. هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، ما أرضى بهذا المنطق. وفي هامش البخاري نسخة ثانية أن يعضبوهم أمورهم، عضبه يعني حبسه عن حقه، أنا ما أرضى بهذا المنطق. المهم القضية مفصلة مطولة، وجماعة جاءوا وتكلموا وياه وفلانه. المهم إلى أن رجع إلى المدينة فصعد المنبر وألقى خطبة مطولة. في ضمنة هذه الخطبة، ثم من يقول هذا عمر؟ في وين؟ في صحيح البخاري مو في الكافي. ثم إنه بلغني إن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فالتفتمت وتمت. لا يقول واحد هذا المنطق، ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني أقبل بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. ألا لا يقول واحد هذا الكلام، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. هذه المنهجية تحتوي على شر عظيم، ولكن الله طبقا لما يقول وقى شرها. هو يقول وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. أبو بكر له حساب ثاني، لا يقول واحد مثل ما بايع أبو بكر إن بايع زيد بن أرقم، ما يصير. ليش؟ إذا المنهجية منهجية الشورى، دققوا في هذه المنفصلة الحقيقية ذات الشقين. بيعة أبي بكر لو كانت شورائية لولا واحد من الاثنين، أبو بكر جاء إلى الحكم لو عبر منهج الشورى لو لا واحد من الاثنين. إذا جاء عبر منهج الشورى ليش عمر مو راضي؟ واحد ثاني يكرر هاي التجربة، إذن عمر ما كان يؤمن بالشورى. وإما بيعة أبي بكر ما كانت شورائية واحد من الاثنين، لو قولوا بيعة أبو بكر ما كانت شورائية، وانتم ما تقولون ذلك، لو قولوا بيعة أبي بكر كانت شورائية ولكن عمر ما كان راضي بهذه المنهجية، يقول أنا ما أرضى هذه المنهجية لأي واحد ثاني، ياهو تقولون لو ما كانت شورى لو عمر مو راضي بالشورى واحد من الاثنين. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين، يعني هاي قضية في واقعة لا تكرروها، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. إذا ماكو مشورة من المسلمين، بعدين هو نقض هذا لأن هو عن غير مشورة من المسلمين عين 6 نفرات، نقوله إن شاء الله في التجربة الثانية. هذا تقييم للتاريخ، دا نقيم التاريخ، مو كلامنا في الحكم على التاريخ، دا نقيم التاريخ. احنا كلامنا ان هذه التجارب كانت شورائية لولا، اذا واحد قال شورائية نقول لا ما كانت شورائية باعتراف ابطالها، مو كلامنا في الحكم على التاريخ، ذاك بحث ثاني. فلا يبايع هو ولا الذي بايع، هذا اللي بايع زيد هو لا تبايعوا بعد، هذا يسقط عن الامامة. المهم
بعدين يذكر قضية السقيفة، يقول: وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، أنصار ما كانوا راضين، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. هاي شلون شورى؟ شلون شورى؟ علي بن أبي طالب أول المسلمين، هذا اللي لولا ساعده لولا سيفه لكان الإسلام في خبر كان، هذا مو موجود. هاي شلون شورى؟ علي بن أبي طالب مو موجود، وخالف عنا علي والزبير. الزبير ما كان موجود، الزبير أحد أبطال المسلمين كان في ذاك الوقت. العباس عم النبي ما كان موجود، قثم ابن العباس ما كان موجود، الابن الآخر للعباس ما كان موجود، أبو ذر ما كان موجود، سلمان ما كان موجود، عمار ما كان موجود، المقداد ما كان موجود. علماء السنة يقولون الذين بايعوا الأول كانوا 5 من المهاجرين، وبعض يقولون 1 من المهاجرين، 1 5. وين بقية المهاجرين؟ وين القبائل؟ وين مالك بن نويرة اللي بعدين قتلوا؟ جماعة من المهاجرين 5، وجماعة من الأنصار. يقول: فانطلقنا، أنا دا أنقل مقاطع لأن ماكو وقت، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. مزمل يعني خلين عليه لحاف أو ثوب أو شيء. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة زعيم الخزرج، سعد بن عبادة. فقلت له: ما له؟ ليش الشكل ذابين عليه؟ بطانية، لحاف، فرش. قالوا: يوعك، مريض. فلما جلسنا قليلا فلان صار نزاع وخلاف وكذا وكذا، المهم فكثر اللغط وارتفعت الأصوات كذا كذا، إلى أن يقول: ونزونا على سعد بن عبادة. هذا قائد منه الخزرج. علي ما كان، زبير ما كان، عمار، سلمان، أبو ذر، المقداد، العباس، قثام ما كانوا، بني هاشم ما كانوا، تاركين النبي صلى الله عليه وآله مسجى في بيته لما يقبر، والرسول لما يقبر، والنزاع لغط. هو يقول: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات. سعد بن عبادة داخل السقيفة أيضا ما رضي بذلك، الخزرج ما رضوا بذلك. شنو الموقف؟ الشورى شنو مقتضاها؟ ونزونا على سعد بن عبادة، يعني وثبنا عليه الخنق بالقوة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ دا تقتلوه، هذا الرجال شايب مريض، شنو سووا؟ داسوا بأقدامهم، ما ذاكر. نزونا عليه. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، خلي يموت، الله يقتله. بعدين يقول: بعد لا تتبعوا هذه المنهجية. هذه كانت شورى. هؤلاء الكتاب الإسلاميين اللي يقولون شورى كانت من هاي منهجية الشورى، 4 نفرات، 10 نفرات، 20 نفر يجتمعون ويعينون واحد. إذن كل انقلاب عسكري نسميه شورى،
لأن 50 واحد من العسكر يجتمعون يبايعون واحد زيد بن أرقم الطاغية القبلي في البلد المجاور لكم. هاي الشورى. وهذه القضية ولدت إرباك تاريخي في الفكر السني. شنو يقولون؟ أنا أقرأ لكم تصريحين، ما صار عندنا وقت نتناول التجربة الثانية والتجربة الثالثة، هاي التجربة الأولى. قال الإسفرائيني واحد من علمائهم: وتنعقد الإمامة بماذا؟ بالقهر والاستيلاء. واحد عنده سلاح يجي يهددكم، إما اقبلوا وإما أقتلكم. صار إمام، هاي هي الإمامة، هاي هي النبوة. هذا مثل واحد يقول نبي بالقوة، صار نبي، إجا هدد الناس قال أنا نبي، إما اقبلوا وإما أقتلكم. هاي نبوة، هاي إمامة. وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا. حتى إذا جاهل، فد واحد بقال عطار ما يعرف ألف باء، شال السلاح واستولى على الحكم، هذا صار إمام المسلمين. حتى إذا جاهل، حتى إذا فاسق، شارب الخمر، راكب الفجور، حقيقة هالشكل. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. يعني صدق هذا العالم يدري شنو يقول، ولو كان فاسقا. يعني حتى إذا صدام إجا بالحكم وأخذ الحكم صار إمام المسلمين. هالشكل، هذا المنطق صريح. ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا، عجمي يعني غير العربي، يعني واحد هندي، واحد تركي، واحد أي جنسية ثانية. التفتازاني أيضا اللي هو من كبار علمائهم يقول ذلك، لأن تورطوا. شنو يقولون؟ إذا يقولون شورى منهجية السقيفة ما كانت على الشورى، فاضطروا إلى هذا التخريج الفقهي، هذا التخريج فقهي، تبرير لواقع تاريخي. أقرأ النص الثاني. الإيجي واحد من كبار علمائهم قال: وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيار والبيعة. الإمام يصير إمام بالبيعة، هاي إحدى الطرق، وإحدى الطرق القاهر الغلبة. فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، ما يحتاج إلى إجماع الأمة، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع. دليل ما كل، ليش الإجماع؟ لا عدنا آية ولا عدنا دليل عقلي ولا عدنا رواية على الإجماع. بل هذا تبرير للتاريخ، رأي فقهي يبرر التاريخ، هذا انعكاس التاريخ. بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين كانوا صلبين في دين الله، هذا بحث آخر لازم نشوف مدى صلابتهم، اكتفوا بذلك. واحد كعقد عمر لأبي بكر، واحد بايع صار خليفة المسلمين، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، لأن من اللي سوى عثمان خليفة؟ الأصوات تكافأت في قضية الشورى السداسية، الأصوات تكافأت. إذن لا علي صار خليفة ولا عثمان، من اللي جعل عثمان خليفة؟ رأي واحد، وهو رأي عبد الرحمن ابن عوف، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماعهم، هذا أصلا أهل المدينة ما يحتاج، إجماع الأمة ما يحتاج، اجتماع أهل المدينة ما يحتاج، لا جماعة يروحون هناك يتفقون أو لا يتفقون، ينزون على واحد حتى يقول قائل قتلتم سعد بن عباد وصار خليفة. هاي هي الشورى حقيقة. هؤلاء الكتاب الإسلاميين اللي يقولون شورى
أن نظام الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان شورى. هذه الشورى، هاي التجربة الأولى. التجربة الثانية، عمر جاء بالشورى إلى الأمة؟ لا، اتفاق جميع المؤرخين واضح، من اللي عين عمر؟ أبو بكر. إذن ما كان شورى. أبو بكر قال قرأنا رسالته، أما بعد فإن استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. 2-3 عثمان جاء بالشورى، شورى 6 نفرات، عمر عين 6 نفرات، علي صلوات الله عليه، عثمان، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، 6 نفرات. قال إذا اتفقوا على واحد يصير خليفة. بقية شنو؟ بقية هاي الشورى، هاي الشورى حقيقة 6 نفرات، وين بقية الأمة؟ إذا ما اتفقوا صارت أغلبية وأقلية، فاضربوا رأس الأقلية. هذا ابتكار لطيف ما سبقه أحد في التاريخ فيما نعلم، ولا لحقه أحد في التاريخ فيما نعلم. إذا صاروا أقلية وأكثرية، اضربوا رأس الأقلية، قتلوهم. إذن أين الشورى؟ معاوية جاب الشورى، ها؟ معاوية، يزيد جاب الشورى، من منهم جاب الشورى؟ بني العباس اجوا بالشورى، عثمانيين اجوا بالشورى، ملك باع الخلافة للعثمانيين، بيع، يذكرون اسمه في التاريخ، بيع بيع، مثل ما تبيع عبايتك، فد ملك باع الخلافة للعثمانيين. من هو اجى بالشورى؟ منصور اجى بالشورى، هارون اجى بالشورى، هاي وين الشورى هاي اللي تقولوها؟ إذن في الواقع هذا واحد شنو يعبر عن هذه الفكرة؟ شنو يعبر عن؟ يعني هذا خلاف الإنصاف، هذا سحق للضمير، هذا سحق للوجدان. واحد كل ما يقول قليل، هؤلاء الذين يقولون إن الخلافة بعد رسول الله جاءت بالشورى، وناهيك عما صنعوا وما فعلوا من الهجوم على بيت علي صلوات الله وسلامه عليه، وإحراق باب علي صلوات الله عليه، وهذه القضايا التي تعرفونها، إلى أن انتهت هذه المسيرة. إلى وين؟ إلى كربلاء. هاي المسيرة، هي هاي المسيرة اللي يسموها المسيرة الشورائية. وذلك السهم الذي أصاب الإمام الحسين صلوات الله عليه في قلبه، تدرون منين إجا هذا السهم؟ سهم أتى من جانب السقيفة وقوسه على يد الخليفة. هذا السهم منك انطلق، وبعد 50 عام تقريبا أصاب الإمام الحسين صلوات الله عليه في قلبه. وتلك اليد التي سلبت حرائر النبوة أقنعتها، هي هذه أثر تلك الكف. الشاعر يقول كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا. هذه اليد انعكاس تلك اليد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه
بين الظلام وبين نور مشرق هدي يا